أدانت جامعة الدول العربية جريمة القتل التي ارتكبتها مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي والاعتداء على الأسير المقدسي عزيز عويسات والإهمال الطبي المتعمد بحقه الذي أفضى إلى موته. وحملت الجامعة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تصفيته، محذرة من استمرار ممارساته الوحشية بالتعامل مع الأسرى الفلسطينيين من خلال الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان إلى جانب قسوة أوضاع السجون والمعتقلات. كما طالبت الجامعة المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على احترام قواعد القانون الدولي، داعية إلى تشكيل لجنة تحقيق بجرائم الاحتلال وتحميله مسؤولية جرائمه ومتابعة مرتكبيها أمام العدالة الدولية.